أهلا بكم من جديد، والآن حنتابع حلقتنا مع موقع سيدتي دوت نت وأبرز مواضيعهم على صفحات التواصل الاجتماعي. نتابع. وفي تويتر كان النصيب الأكبر من الاهتمام لموضوع قسم مكياجك، والذي يحتوي على أضمن 9 وصفات منزلية لتكثيف الحاجبين. لمتابعة المزيد من مواضيع سيدتي دوت نت يمكنكم زيارة صفحة فيسبوك وحساب تويتر الموجود على الشاشة. من أبرز المواضيع التي لاقت نجاحاً كبيراً على الفيسبوك، ألبوم مشاهير عن عودة الفنانة شريهان، والذي يعرض 30 صورة نادرة لشريهان. ومن عودة شريهان إلى موضوع نجوم وأضواء، الذي فيه قصص مثيرة عن زيجات الفنانات السرية، ويحكي عن زواج أهم الفنانات في السر لأسباب سياسية أو خوفاً من الفضائح. يعني مواضيع متنوعة، شيء عن الجمال وشيء عن الفنانات. أنا سعيدة، يعني من أكثر الناس اللي سعيدة بعودة شريهان للساحة الفنية، لأنه هي شخصية مميزة وقدمت أنجح أعمال يعني في مجال تخصصها، في الفوازير أو في الأفلام أو في المسلسلات، وحتى في المسرحيات دائما روحها خفيفة ولطيفة، ويعني كانت مجموعة من الصور مميزة. أما بالنسبة لزواج الفنانات السرية، يعني أنا أعتقد ما أعرف الظروف السياسية اللي بتكلم عنها، بس حلو الزواج يكون علني قدام الكل، يعني أفضل الواحد يكون زي ما يقولوا في النور. طبعا الآن حننتقل وحنتابع أبرز الهاشتاجات اللي اخترناها لليوم من موقعنا، خلينا نتابع سوا. الهاشتاج الأنشط اليوم يفتح باب النقاش حول قيادة المرأة للسيارة، وهو هاشتاج لما تسوق البنت. ومن أبرز التغريدات تغريدة ريم: لما تسوق البنت راح تقل خصومات راتبها وتمشي بعد ما يخلص دوامها، مو تخلص الساعة واحدة أو ثنتين ويجي أخوها الساعة ثلاثة. بينما علقت رغد: لما تسوق البنت بصير مهذبة وبمسك السكان بديني ثنتين وبلبس حزام وبقدم الكرسي أكثر شيء، وما رح أمسك الجوال وبمشي بسرعة 60 أو 80. يعني موضوع قيادة المرأة في السعودية للسيارة دائما مثير للجدل، وبين فترة والتانية بيرجع الحديث عن هذا الموضوع. مشكلة، يعني ما في شيء يمنع تماما وما في شيء يسمح، فحلو لو يكون في قرار من المسؤولين بأيا كان فيهم، حتى يعني تكون الأمور واضحة. أنا صراحة أتمنى أنه تصير المرأة تقود في السعودية، بس أنا ضد أنه الواحد يعمل أمور أو يقدم أمور نوعا ما النظام ما يسمح فيها. يعني حلو يكون نحاول قد ما نقدر أنه يكون في موافقة عليها. حننتقل إلى جدة حتى نتعرف على تفاصيل الموضوع أكثر في هذه الفقرة، نتابع سوية. نعم هبة، إذا مشاهدي الكرام، يمكن هذه القضية اختفت فترة من الفترات ثم عادت لظهور مرة أخرى بعد إطلاق هاشتاج عبر تويتر. هذا الهاشتاج بيتكلم عن حملة توقيع أطلق عليها قيادة 26 أكتوبر. هذا الهاشتاج هدفه معرفة عدد المؤيدين للسماح بقيادة المرأة. فعلا خلود، وكمان يعني تفاعل المغردين في تويتر، لأنه تناقلته بسرعة جدا، يعني تويتر تناقل هذا الهاشتاج بسرعة كبيرة، أدى إلى تفاعل كبير بين المغردين. ورجعنا تاني بين الجدل اللي يقول أو بين معارض ومؤيد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا على الهاتف مباشرة الكاتب والأستاذ القدير جدا على قلوبنا أستاذ عبد الله العالمي. أهلا وسهلا بك. مساء الخير استاذة جيهان، مساء الخير استاذة خلود. مساء الخير استاذة فاضل. دكتور عبد الله، احنا عارفين، يعني احنا نشكرك اول شيء على تخصيص هذا الوقت لهذه المداخلة في سيدتي. احنا يعني نعرف وجودك الان في دورة تدريبية برضو بخصوص المرأة. انا حدخل في السؤال على طول، يعني لماذا هذا الوقت تحديدا لهذا الهاشتاج، وايش المفروض ان احنا نفهم من تاريخ 26 اكتوبر؟ تسمحي لي بهذا أن نقدم التهنئة للشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني. يعني كنت أتمنى يعني تعرض بعضنا لفرقة الفرحة والبهجة في هذا اليوم. أيضا أريد أن أذكركم اليوم 25 سبتمبر إعلان الملك عبد الله يحضر بدخول رئيس الشورى بمجلس البلدية، فهذه أيضا يعني مناسبة. استاذ خلود، يعني عندما كنت في الهند السنه الماضيه استمعت الى حكمه من رجل حكيم جدا في اعلى الجبل تقول، يعني الحكمه ان تبني جسرا
لتعبر به النهر، لا أن تبني أسوارا آلية ضمن منك أنها ستحميك من الطوفان. فأعتقد يعني المرأة السعودية تمد في جسور المحبة والتطور والنمو لفئات المجتمع المختلفة، وخاصة بعض الفئات المتشددة للأسف. لماذا هذا التوقيت بالذات؟ بكل أمانة لا أدري، أنا علمت عن المبادرة وسجلت اسمي من مؤيدين هذه المبادرة المباركة، ولكن آن الأوان أن نبني نحن أيضا جسورا، يعني ونمد أيدينا للمرأة عوضا عن أن نبني هذه الأسوار الشاهقة. يعني الطوفان سيأتي، فلماذا لا نمد الجسور ونعبر النهر عوضا عن النغرق؟ صحيح دكتور، احنا بس يعني انا ابتسمت لوهلة لانه كنا انا وجيهان بنتكلم انه ليش يوم 26، ايش الهدف؟ ففعلا انا يعني كان في بنحاول نربط الاحداث. خليني اعود لك لسؤالي استاذي الفاضل بالنسبه للحمله. حضرتك اكيد تابعت الحمله وشفت انه كان في ردود افعال بين مؤيد وبين معارض وفي راي ثالث. احنا حابين نعرف من حضرتك رايك بردود الافعال وتفاعل الناس، بالاضافه فلا شيء ثاني، يعني الإحصائيات كيف كانت؟ طيب اللي وافقوا طبعا على الحملة وأنا منهم، أعتقد أنها حملة مباركة، وأنا زي ما كنت تقولين نموذج الجسور. الذين لم يتفقوا مع الحملة لهم رأيهم ويجب أن نحتويهم، هؤلاء من فئات الشعب التي يعني لها رأيها. أما الذين اعترضوا وكفروا ووصفوا السيدات قائدات السيارة بأقبح الألفاظ، عفوا على هذا التعبير، يعني هذا لا يجب يا جماعة، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. فعلا أستاذ عبد الله، أنا يمكن أتوقف عند هذه النقطة. يعني إحنا نلاحظ أنه يعني في الهاشتاجات أو في الردود الأفعال أصبح هناك يعني طائفتين، يعني يا إما بين ليبرالية ووهابية أو ليبرالية وسلفية، صار الموضوع كفر وإسلام، ما صار موضوع معارض ومؤيد. نعم أستاذ جيهان، خلينا أقول لك شيء. شوفي، ليس كل ملتحي متطرف وليس صحيح. كل ليبرالي كافر. نحن نبحث عن الوسطية. يعني يكفي أن وزير التعليم محمد عبد العزيز بالطالب السؤال، وزير العدل دكتور محمد عيسى قال لا يوجد نص قانوني او دستوري اعرف ثلاث مرات السياره، هذه خطيه. رئيس مجلس الشورى دكتور عبد الله الشيخ قال بالحرف الواحد اذا اتانا المشروع سوف نناقشه في المجلس. وظيفك بعد كمان المستشار الامني وزير الداخليه سابقا دكتور سعود صبيح، تحدثت معه شخصيا، هذا كان اقرب شخص في راس الهرم في وزاره الداخليه، وقال بالحرف الواحد أنه أن تقود المرأة سيارتها أفضل لها من أن تركب مع سائق جاهل. فإذا الآن في جسور تمتد، يعني نحتاج أن نمتلك هذه الفرصة بأسرع وقت ممكن. 26 أكتوبر أو 26 أكتوبر الآن الحكمة يا جماعة، نبني جسور نبني أسوار، لأننا نعتقد يعني أننا ستحمينا من الطوفان، الطوفان آتي ولم يحمينا شيء منه. نعم دكتور، للأسف الصوت مش كثير بيوصلني بوضوح، لكن في سؤالي لك دكتور كان في تفاصيل عن الإحصائيات بين مؤيد، كما وصلتني 46% مؤيد و30 مؤيدات عفوا و30% مؤيدات بضوابط و22 غير مؤيدات. احنا حابين بس بشكل سريع اعرف ايش وجهات النظر. مؤيدات احنا عارفين انه مؤيدات ليه وشيء واضح للعنان، لكن بضوابط ما هي الضوابط المطلوبه؟ الشيء الثاني غير مؤيدات ايش وجهه النظر؟ نعم مستر خلود مش دكتور، يعني لا تعطيني دكتوراه حتى ما تكون مضروبه. بالنسبه للاحصائيات، لا اعول كثيرا على الاحصائيات ولا اعول كثيرا على ان يعني ندعو الناس ان يصوتوا، الحقوق لا يصوت عليها يا جماعه. حقك انت في التعليم يا استاذه جيهان واستاذ خلود، حقك في الصحه، لم احد يسالك هل تريد التعليم او لا، هذا من حقك. لم يسالك احد اذا كنت تريد المستشفى او لا، هذا من حقك. قيادة المرأة للسيارة هو حق
شرعي ومدني ويجب ان تحصلي عليه سواء الان او في 26 اكتوبر، واعتقد انك ستحصلي عليه قبل 26 اكتوبر. استاذ عبد الله، انت من المؤيدين لهذه الحمله ونشرت بكل شفافيه، يعني كتبت رايك بكل شفافيه ووضوح في الهاشتاج. طب وجاء تزامنا مع توقيعكم للكتاب متى تقود السعوديه السيارة في البحرين، هل هناك أي ارتباط بين موعد هذه الحملة وتوقيعكم للكتاب؟ أبداً، المعرض البحرين كان معد له من عدة أشهر، ودعاني الناشر لعرض كتابي في الأسبوع الماضي وعرضته، وحمد الله وأشكره أن الكتاب فيه عن بكرة أبي، يعني لم يتبقى منه أي نسخ، فلا يوجد أي إذا كان وجد أي شيء فيعني يشرفني أن أخونا بكل أمانة وصراحة وبشفافية ومصداقية يشرفني جدا أن يصدر هذا الكتاب في هذه الفترة. طيب دكتور، يعني او عفوا انا اسفه المره الثانيه استاذي فاضل، بالنسبه استاذ عبد الله، رؤيتك لقياده موضوع قياده المراه، هل هو قيد التنفيذ سينفذ؟ قلت لي كلمة وإحنا جالسين بنتكلم الآن، قلت أنه إن شاء الله ستقود قبل 26 أنا الله أعلم، لكن نقول إيش رؤيتك المستقبلية؟ أستاذة قيود وأستاذة جيهان، لدي معلومة ولكن المجالس أمانة أحتفظ بها لنفسي، ولكن أقول تأملوا خيرا سيكون هناك رد إيجابي، سيكون هناك مد لجسور المحبة، نريد أن نعبر النهر يا جماعة، لا نريد أن نبني أسوارا حولنا لأن الطوفاء هذه، فأرجوكم يعني أعذروني لن أبوح بالمعلومة ولكن ستحضر إن شاء الله قريبا. طيب أستاذ عبد الله، ردك طبعا دبلوماسي كالعادة، بس أنا عندي سؤال لك أخير قبل ما نختم، ويعني عشان كمان نخليكم تروحوا للمحاضرة، يعني الهاشتاج أو الحملة كتبت هو اختيار، الموضوع اختيار وليس يعني اضطرار او ليس هو بالاجبار، فيعني هذا يعني يبشر بالخير او انه يعني مبين قديش نوايا الحمله ان شاء الله ان هي سليمه، ولكن اللي استغربته شويه انه كاتبين شرط او من شروط اللي عاملين هذه الحمله انه انت اذا كنت مؤيد فملي استبياناتك بالكامل، صراحه الموضوع شويه يخوف ولا؟ ليس لدي يعني بكل ما يعني هي اعداد الاستبيان، ولكن كما تعلمين سيدتي الكريمه يعني من الملك سعود رحمه الله لايام الملك فيصل رحمه الله ان كان هناك ناس يعارضون التعليم وفتحوا المدارس وقال لمن يريد ان يرسل ابنته للتعليم فهو اختيار، ومن لا يريد هذا اختيار، والان الذين عارضوا ان تذهب البنت او الفتاه الى المدرسه الابتدائيه الان يطالبون الدوله ان يرسل بناتهم الى الابتعاث الخارجي الى امريكا وكندا وبريطانيا. صحيح. احنا نشكرك طبعا على هذه المداخله استاذ عبد الله العالمي، كنت ضيفا عبر الهاتف، يعطيك الف عافيه وشكرا جزيلا. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقره اسمحوا لنا ان ننتقل الى فاصل قصير ونواصل باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، عروض الطيران الجوي تحلق فرحا في جدة.